اكد معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنه التنفيذيه للشعبه البرلمانيه ان المملكه وفي ظل القياده الحكيمه لجلاله الملك المعظم تضع ضمن اولويات العلاقات الدبلوماسيه الخارجيه تعزيز التعاون مع دول المجموعه الاسيويه وفتح افاق الرحبه من التعاون في مختلف المسارات جاء ذلك خلال كلمه معالي مجلس النواب في الجلسه العامه الرابعه عشره للجمعيه البرلمانيه الاسيويه والمنعقده بجمهوريه اذربيجان والتي القاها بالنيابه عن معالي سعاده النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الوفد البرلماني البحريني وتم التأكيد خلال الكلمه على أهمية تعزيز التعاون الاقليمي من أجل التنميه المستدامه في آسيا توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء كما تم التشديد على ضروره وقف إطلاق النار في غزه وتوفير المساعدات اللازمه للشعب الفلسطيني الشقيق والإشاره الى موقف مملكه البحرين الثابت في دعم القضيه الفلسطينيه.